بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب، أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عبد الله ورسوله، الداعي إلى الهدى والنور وطهارة النفس من المثالب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي أبناء طلاب الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم هو نص الفهم القرائي. نص الفهم القرائي: مدينتي. تستهوي المدينة ساكنيها بأضوائها الباهرة وشوارعها المزدحمة وتعداد سكانها الكبير، فتزيد فرحتهم بها وتكبر محبتهم لها. وقد تحدث مهند واصفا موقعه الذي يقف فيه فقال: اسمي مهند، وأنتم تشاهدون صورتي وأنا أقف أمام أحد المعالم المشهورة في مدينتي. فمدينتي تقع عند منتصف الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر، وتعد البوابة البحرية والجوية للحرمين الشريفين والشريان التجاري الرئيس في البلاد، وهي إحدى أهم المدن السياحية في المملكة. فمدينتي تشد الناظرين إليها بجمالها وتنظيمها، فشوارعها واسعة وشواطئها جميلة ونظيفة. زارني ابن عمي عمر في عطلة الصيف لهذا العام، واصطحبته مع والدي في جولة شاملة على مدينتي استغرقت عدة أيام. ففي اليوم الأول زرنا المنطقة التاريخية القديمة، وشاهدنا فيها روعة البناء القديم والمساكن التراثية والبيئة التقليدية، وتناولنا بعض المأكولات الشعبية التي تشتهر بها مدينتي، وقد استمتع عمر بما شاهده ورآه. وفي اليوم الثاني زرنا منطقة الأعمال التجارية والمركزية، وتجولنا في محلاتها المتعددة، وقد لفت انتباه عمر الأعداد الكبيرة لمرتادي هذه المحلات وأماكن البيع بالجملة وكثرة السيارات. وفي اليوم الثالث زرنا المنطقة الحديثة الواقعة في شمال مدينتي، المتميزة بشوارعها الواسعة وأحيائها السكنية الراقية، وتجولنا في مجمعاتها التسويقية الضخمة. وقال عمر: حقا إن مدينتكم مدينة كبيرة يا مهند، ولقد سررت بما رأيت، وأدهشني عدد الناس وكثرتهم في الشوارع والمجمعات التجارية. وفي اليوم الرابع قمنا بزيارة طالما تشوقنا إليها جميعا، حيث وقفنا على ساحل مدينتي، فقلت: يا عمر، شاهد جمال البحر وتأمل زرقة أمواجه واستمتع بهواء البحر النقي. ثم جلسنا وتناولنا بعض المثلجات والعصائر الباردة، وقد أدهش المنظر عمر، خاصة وقت غروب الشمس، حيث شاهد الشمس وكأنها تغطس في الماء وتختفي بداخله. وبعد غروب الشمس انطلقت مياه النافورة المائية وزادت من استمتاعنا بها، خاصة وهي ترفع كميات من الماء من قلب البحر. وفي نهاية الزيارة التي نالت إعجاب عمر قال مسرورا: تستحق مدينتكم فعلا أن يطلق عليها عروس البحر الأحمر. فقلت له: حياك الله يا عمر، أسعدنا بزيارة أخرى ولا تنقطع عنا. آداب القراءة الصامتة: النظر بالعينين دون تحريك الشفتين، الالتزام بالوقت المحدد، الإمساك بالقلم للإجابة عن المطلوب.
أقرأ من تستهوي المدينة إلى بما شاهده ورآه قراءة صامتة ملتزما بالتعليمات السابقة، قراءة مدة 5 دقائق، ثم أجيب عن الآتي. أختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي. كانت رحلة عمر لمدينة مهند في ألف منتصف الفصل، باء عطلة الصيف، جيم نهاية الأسبوع، دال أيام الدراسة. أحسنت، نعم، كانت زيارة أو رحلة عمر في عطلة الصيف. المعلم الذي أشار إليه، المعلم الذي أشار إليه مهند في الصورة، هل هو الخليج العربي؟ باء بحر العرب، جيم البحر الأحمر، دال البحر المتوسط. نعم، المعلم المشهور في مدينة مهند هو البحر الأحمر. علاقة عمر بمهند، هل كانت علاقة أخوة أم علاقة صداقة أم علاقة قرابة أم كانت علاقة عمل؟ لا شك، نعم، أحسنتم، كانت علاقة قرابة. ليس من أحداث الزيارة في اليوم الأول، أي جميع الأحداث كانت من أحداث الزيارة في اليوم الأول ما عدا حدث واحد لم يحدث في اليوم أو في زيارة اليوم الأول. ألف، مشاهدة روعة البناء القديم، زيارة المجمعات التجارية، تناول المأكولات الشعبية، مشاهدة المساكن التراثية. نعم، الإجابة باء، زيارة المجمعات التجارية. السؤال الثاني، لم يذكر مهند اسم مدينته صراحة، إنما وصفها بعدة أوصاف تدل عليها. ألف، أسمي مدينة مهند من خلال الوصف. نعم، أحسنتم، أنتم عرفتم أنها مدينة جدة. باء، أذكر بعض صفات مدينته كما ذكرها. نعم، أحسنت، ذكر مهند من صفات مدينته أنها تقع في منتصف الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر، كما أنها تعد البوابة البحرية والجوية للحرمين الشريفين، كما أنها الشريان التجاري الرئيسي للبلاد. أتذكر، كما تعلمنا بعض مهارات القراءة الصامتة، نتعلم بعض مهارات القراءة الجهرية. من مهارات القراءة الجهرية صحة النطق، صحة الضبط بالشك، مراعاة مواضع الوقف، تمثل أي تمثيل المعنى، الأداء المعبر، مراعاة مواضع الوقف، الاسترسال أي الانطلاق في القراءة. السؤال واحد، أقرأ النص قراءة جهرية مع مراعاة ضبط أحرف الكلمات الآتية: تعدادي، مرتادي، روعة، محلاتها، مجمعاتها، اصطحبته. السؤال الثاني، أقرأ الجملة وأنطق التاء المربوطة عند الوصل تاء وعند الوقف هاء، أي أنك إذا أردت أن تصل التاء المربوطة ستنطقها تاء، أما عند الوقف عليها ستنطق هاء كما ستسمع مني. زرنا المنطقة الحديثة الواقعة في شمال مدينتي والمتميزة بشوارعها الواسعة وأحيائها السكنية الراقية، وتجولنا في مجمعاتها التسويقية الضخمة. السؤال الثالث، أقرأ بسرعة وانطلاق: ولقد أدهش المنظر عمر، خاصة وقت غروب الشمس، حيث شاهد الشمس وكأنها تغطس في الماء وتختفي بداخله. عليك عزيز الطالب أن تقرأ هذه الجملة قراءة بسرعة وانطلاق. نشاط أنمي لغتي. واحد، ألون كل كلمة والمعنى الدال عليها بلون واحد مميز، أي مثلا كلمة مرتادي معناها قاصدي، نلونها بلون وليكن مثلا اللون الأزرق أو الأحمر، هذه الكلمة ومعناها بنفس اللون. جمال مثلا روعة، الشريان هو عرق نابض يسري فيه الدم، المعالم هي الأماكن البارزة، ولتكن الإجابة مثلا هكذا. نعم، مرتادي كما ترى ملونة
بهذا اللون الأخضر، مثل كلمة قاصد بنفس اللون، جمال، روعة، شريان بهذا اللون ونفس اللون المعنى لها، وهكذا. السؤال الثاني: أستخرج من المربعات أفقيا ما يأتي هكذا أفقيا، ثم أكتبه في المكان المخصص. مفرد المعالم، المعالم تبدأ بالميم، يبقى المعالم أو تبدأ بالألف واللام، نقول المعلم. نعم، مفرد المعالم المعلم، هذه كلمة المعلم. طيب جمع المدينة، نعم المدن، أحسنتم، وهكذا كلمة المدن في الجدول. مرادف كلمة نقي، نعم نقي يعني نظيف، أحسنتم، هذه كلمة نظيف. معنى كلمة منسق، نعم منسق أي منظم، وهذه كلمة منظم. ضد كلمة شاملة، أي عكس كلمة شاملة، هي كلمة ناقصة، وهذه هي كلمة ناقصة، أحسنتم. السؤال الثالث: وضح معنى كلمة شريان فيما يأتي. نحن في اللغة العربية تستخدم الكلمة بمعاني عدة، وإذا غيرنا بعض حركات هذه الكلمة ربما يتغير معناها وتعطي معنى آخر مختلف تماما عن المعنى الأول. أصاب جارنا ضيق في شريان القلب بسبب التدخين. نريد أن نعرف معنى كلمة شريان القلب. تعد عروس البحر الأحمر الشريان التجاري الرئيس في البلاد، أي أن جدة هي الشريان التجاري. فما معنى كلمة شريان القلب وما معنى كلمة الشريان التجاري؟ لا شك أن شريان القلب أي العرق النابض الذي ينقل الدم، أما جدة هي الشريان التجاري، لا نقصد بها العرق الذي ينقل الدم، إنما نقصد المدينة المغذية للبلاد تجاريا، وهي لأهميتها كأنها تشبه العرق النابض للمملكة العربية السعودية. 4. أستخدم كلمة تستهوي في جملة مفيدة. معنى كلمة تستهوي أي تعجب وتثير العقل. نعم، وليكن مثلا: تستهوي نافورة جدة الزائرين لشاطئ البحر الأحمر. 5. أضع الكلمات الآتية في الجدول بحسب دلالتها العددية، أي أننا سنجمع الكلمات المفردة في العمود الأول والمثنى هنا والجمع هنا. مثلا كلمة أضواء لا شك أنها جمع، ستكون مع الجمع. كلمة الشاطئ لأنها تدل على الواحد فهي ستكون مع المفرد، وهكذا. إذن سنضع هنا في المفرد كلمة الشاطئ، نعم أحسن، أيضا أسمعك تقول البحر، ممتاز، أيضا كلمة النافورة، هذه كلمة تدل على الواحد فهي مفرد. أما المثنى الذي تدل على الاثنين فكلمة الشريفين، أحسنت، وكلمة الحرمين، ممتاز، بارك الله فيكم. الكلمات الجمع كلمة أضواء، نعم كلمة الناظرين، وكلمة المأكولات. أفهم وأجيب. 1. استغرقت الرحلة التي قام بها عمر مع مهند بصحبة والده عدة أيام. أكمل تلخيص هذه الرحلة في الجدول الآتي، وليكن مثلا اليوم الأول، المكان هو المناطق التاريخية القديمة، أحداث الرحلة، مشاهدة روعة البناء القديم، تناول المأكولات الشعبية، موقف عمر، استمتع عمر بما شاهد، وهكذا. في اليوم الثالث، اليوم الثاني زار منطقة الأعمال التجارية، في اليوم الثالث، نعم أحسنت، زار المنطقة الحديثة. طيب ما الأحداث التي دارت؟ مثلا تجولهم في مجمعاتها التسويقية. طيب ما كان موقف عمر؟ نعم سر وفرح عمر بما رأى. في اليوم الرابع زاروا، أحسنتم، زاروا ساحل مدينة جدة، أحسنتم. طيب الأحداث مثلا الوقوف على ساحل المدينة، تمام. طيب موقف عمر أنه دهش بمنظر البحر ومنظر هذه المدينة وشوارعها الحديثة الجميلة. السؤال الثاني: لدينا فكرة رئيسة، وهناك لدي تحت هذه الفكرة الرئيسة تندرج أفكار فرعية، فالفكرة الرئيسة بمثابة عنوان الفقرة، ولكل فقرة رئيسة أفكار فرعية توضحها وتفسرها كما في هذا النموذج.
الفكرة الرئيسة موقع مدينة جدة. الأفكار الفرعية وقوع جدة عند منتصف الشاطئ، لتنظر مثلا إلى هنا مدينتي تقع عند منتصف الشاطئ، إذا نحن نتحدث عن مدينة جدة، الفكرة الرئيسة هي مدينة موقع مدينة جدة. الأفكار الفرعية وقوع المدينة عند منتصف الشاطئ، تعد البوابة البحرية والجوية للحرمين، أي أن جدة هي البوابة البحرية وهكذا، الأسطر بها الأفكار الفرعية. لننظر إلى هذه الفقرة، نقرأها مرة أخرى لنحدد الفكرة الرئيسة والأفكار الفرعية. الفكرة تقول: في اليوم الأول زرنا المنطقة التاريخية القديمة، إذن الفكرة الرئيسة هي زيارة المنطقة القديمة. وشاهدنا فيها روعة البناء القديم، هذه فكرة، والمساكن التراثية والبيئة التقليدية. تناولنا بعض المأكولات الشعبية، هذه فكرة فرعية أخرى. وقد استمتع عمر بما شاهده ورأى، إذن الفكرة الرئيسة هي جدة القديمة. أحسنتم. الأفكار الفرعية مثلا: وجود المباني القديمة الجميلة، الأكلات الشعبية الشهيرة في جدة، استمتاع عمر بما رآه وشاهده. أحلل، نشاط أحلل. ألف: ترفع النافورة كميات من الماء من قلب البحر. طيب، هل البحر قلب؟ لا، لا شك أن له، ليس له قلب لأنه ليس بإنسان. طيب، هل مهند غير صادق في هذا الكلام؟ أيضا لا. طيب، إذن ماذا، ما تفسير هذه الجملة؟ نعم، إنه يقصد أن يقول أن النافورة ترفع الماء من قاع البحر، يبقى قلب البحر يقصد بها قاع البحر، ولكن هذا على سبيل التشبيه. باء: لو زار قريب لك مدينتك أو قريتك، فما الأماكن المفضلة لاصطحابه لها، وماذا أعجبك في شخصية مهند؟ أيضا هناك تفكير إبداعي يقول: تهيأت الفرصة لعمر ليزور إحدى مدن الوطن الغالي ويتعرف عليها، أقترح وسائل أخرى للاطلاع على معالم الوطن والتعرف على مدنه وقراه لمن لم تسمح لهم ظروف السفر. نعم، وليكن مثلا يطلع. طيب، السؤال باء: سوف يرى مثلا ساحل البحر، منطقة الأعمال، المنطقة التاريخية القديمة. وأعجبني في شخصية مهند حب لمدينته واطلاع على موقعها الجغرافي ومعلمها التاريخي وهكذا. أما السؤال الأخير مثلا: يطلع في أو يبحث في شبكات الإنترنت، يشاهد الأفلام الوثائقية عن الوطن ليتعرف على وطنه ومعالم وطنه. أحاكي الأسلوب اللغوي. ختم مهند رحلته مع ابن عمه بعبارة اشتملت عدة جمل، أعود إلى النص أكتبها في المكان الخالي ثم أتأمل الأساليب التي حوتها كل جملة. قال له: حياك الله يا عمر، أسعدنا بزيارة أخرى ولا تنقطع عنا. لو نظرنا إلى الأسلوب الأول سنرى أنه دعاء، لو نظرنا إلى الأسلوب الثاني سنرى أنه أمر، أسلوب الأخير سنرى أنه نهي. إذن الأساليب التي استخدمها مهند هي على الترتيب: الدعاء ثم الأمر ثم النهي. أحاكي الجمل لأتدرب على استخدام هذه أو تلك الأساليب في حديثي. أيقظيني مبكرا يا أمي، بارك الله فيك. لو نظرت عزيز الطالب سترى أنه استخدم أسلوب الأمر مع أسلوب النداء مع الدعاء. لا تتأخر علي، هذا أسلوب النهي. يا والدي، هذا النداء. أطال الله في عمرك، هذا الدعاء له. لنأتي مثلا بمثال من عندنا، وليكن مثل هذا المثال: ساعدني يا أخي في فهم هذا السؤال، رفع الله قدرك. أو: لا تتأخري عن حل الواجب يا أختي، بارك الله فيك. أحسنتم. أعود إلى النص، أختار ثلاث جمل أعجبتني أكتبها بخطي الجميل. هذا يكون من أسئلة الواجب. أيضا أغني ملف تعلمي، سيكون في الواجب: مشروع البحر الأحمر من المشاريع التي تضمنتها رؤية 2030 وأولتها حكومتنا الرشيدة اهتماما بالغا، أبحث في هذا الموضوع وأضمنه ملف تعلمي. إلى هنا أعزائي الطلاب وصلنا لنهاية درس اليوم، أترككم في رعاية الله وأمنه، بارك الله فيكم، حفظكم الله،
دمتم دائما في تفوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.